بالتفق عليه
طبعا في اجتماع اليوم على اساس انه مشاكل ليبيا. الليبيين الموجودين خارج ليبيا وهاجروا من ليبيا كانت عندهم كلهم اسباب مشتركه، نفس السبب كله هو الوضع في ليبيا. شنو انت عندك الحل بتاعك للوضع في ليبيا؟ نحن كليبيين سيبنا ليبيا لسبب معين، وهذا السبب لا زال قائما. ليبيا يا سيدي لا فيها لا قانون ولا دستور ولا اي شيء من هذا القبيل ولا حقوق انسان. المواطن الليبي عايش داخل وطنه كحيوان، يعامل كحيوان. تجي تطلب مني انا الان تقول لي شنو مشاكلك، انا مشاكلي ليست مشاكل ماديه وانما مشاكل انسانيه، مشاكل حقوق، مشاكل دستور، مشاكل قانون في ليبيا. بالامس معمر القذافي يخرج على مؤتمر الشعب العام ويتحدث يقول هناك 300 سجين مش هيخرجوا من السجن، بما ان لديهم احكام براءه من محاكم عليا داخل ليبيا. كيف انت تجي الان تطلب من الليبيين ان هم يرجعوا الى ليبيا وهذه الوضعيه قائمه داخل ليبيا؟ ياتي شخص يرميك في السجن ويرمي الفتيح وتبقى انت داخل السجن. هل هذا معقول يا اخي؟ انت تتحدث لناس هنا الان موجودين اللي هم 30 سنه في بريطانيا ياكلوا ويشربوا وعايشين ويناموا حريه وديمقراطيه وحريه تعبير وحقوق انسان. كيف انت تتوقع مني انا كانسان عايش فيها 30 سنه اكثر من السنوات اللي انا عشت في ليبيا؟ عايش انا حريه وديمقراطيه، الان انا اتحدث معك في هذا الكلام، لا استطيع اني انا اقول هذا الكلام داخل ليبيا. وشفنا نحن في مؤتمر الشعب الان ماذا حصل لوزير العدل عندما قال الحقيقه، لان انا وزير عدل لدي 300 سجين داخل السجن، ما هو المكان اللي يتحدث فيه؟ اذا كان هو ما يستطيعش يتحدث في مؤتمر الشعب الان اين يتحدث؟ ليبيا الشخص لديه عصابه مافيا تتحكم في كل الدوله. لا يوجد مواطن ليبي يستطيع ان هو سينفجر يوما ما. العملية مش عملية فلوس، تعال يقول لك مدرسة وتعال نعطوك تذكرة مجانا تذهب إلى ليبيا ونعرفوك. الشباب اللي قاعدين خارج ليبيا واللي ما يعرفوش التاريخ بتاعهم، هذا لأن كانت سياسة النظام تجهيز التاريخ وتجهيز الحقائق. للأسف أن الشباب الليبي ما يعرفش عن تاريخه أي شيء، كل التاريخ اللي عندهم هو من 1969 فقط، وحتى من 1969 تم تجهيزه. اسال كل الشباب الموجودين الان خارج ليبيا، الشباب الصغار مواليد السبعينات، ما يعرفوش ايام المشارق وايام الاعدامات. نحن الشعب الليبي عانينا كثير. نحن بشر. والليبيين اللي انت موجودين في ليبيا الان يتحدثوا في المؤتمرات الشعبيه، هؤلاء الناس انا اجد لهم العذر لانهم لا يستطيعوا ان هم يقولوا هذا الكلام اللي انا اقول فيه الان امامكم. احترم عقولنا، احترم ذكائنا. ولت عهد الاموال والاشياء الماديه. نحن لا نطالب بالمال. عايشين هنا محترمين معززين مكرمين في بلدنا الثانيه وهي بريطانيا. بلدي ليبيا ووطني ليبيا لم تحترمني. ماذا ترى انت؟ ماذا تعتقد اني انا احكم؟ هل توافقني في هذا الكلام ولا؟ تفضل الكلمة لك الآن. شكرا. ممكن تقولي شيء؟
كان في بداية كان